السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجمت جماهير النادي الأهلي أحمد فتحي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب عدم تجديده لحصوله على عرض مقابل مادي أعلى مما سيحصل عليه داخل جدران القلعة الحمراء في حال قرار التجديد. يبدو أن جمهور الأهلي لم يتوقع هذا الخطة من فتحي بعدما أبلغ إدارة الأهلي برحيله بنهاية الموسم الحالي وتوقيعه لفريق بيراميدز، لينقسم جمهور الأهلي ما بين مؤيد لهذه الخطوة وأحقية فتحي في البحث عن ما يناسبه من عروض مادية، لا سيما أننا في عصر الاحتراف. أهلا بكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن هجوم جماهير النادي الأهلي على أحمد فتحي وحيث أخذ أحمد فتحي علقة موت قدام بيته. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل للفيديو ده 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص بيحبوا النادي الأهلي؟ لو بتحب النادي الأهلي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بين رافض لهذه الخطوة يرى فتحي ترك الأهلي لمجرد الأموال، ولهذا تحول اسم أحمد فتحي إلى ترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما بين مؤيدين ومعارضين. أحد رواد تويتر ويدعي يوسف قال لي فتحي بالتوفيق وتاريخك محفور في قلوبنا ومحدش يقدر يمحيه، وهنفضل نصلي على الحبيب فتحي بميت لعيب. بينما رأى محمد يوسف العكس قائلا طبعا ده الاحتراف، هو حر وربنا يوفقه في اللي جاي، واحنا كجماهير بنتحامل بالانتماء وملناش في الاحتراف، ومش ناسين كم مره اللي فتحي باع فيها النادي الاهلي وجرى ورا الفلوس في قطر وغيره. وقال اخر احمد فتحي خد علقه موت من شويه في الشارع، حد عنده صحه للكلام ده؟ يا ريت الكل يعلق ويطمنا. تفتكروا هالجمهور الاهلي فعلا ممكن يضرب احمد فتحي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي.